بالتحدي هنا وانطلاقة شوطنا هنا المنطلق هو الشوط الرابع في مجموعة الأشواط والشوط الرابع بهذه الانطلاقة هو التحديات بهذا الصباح زمول أصحاب السمو الشيوخ. نتابع المقدمة والمركز الأول هو الصدارة هنا فريد المنطلق على الصدارة وعلى المقدمة لسمو شيخ محمد بن حمد الشرقي مع سالم بن هزيم بن محمد المسافري من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني هو المتسلل بهذه اللحظات شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي وثالثا كذلك شاهين هجن العاصفة وغياث الهلالي وصلاة متعب على المركز الرابع بهذا الانطلاق والأداء لهجن صيح السلام بقيادة العنيد سعيد بن سالم لنيبي من يتابعه على المركز الرابع وخامسا ياتي سلود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم عارش بن مبارك بالقوبع في تضميره هنا من ينطلق في هذه اللحظات خامسا المركز السادس هنا كذلك سلود ثم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ومضمر الشرق الاوسط طارش بن مبارك بالقوبع في المتابعة والتضمير اما على المركز السابع والقادم في هذه اللحظات على سابع المراكز شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي من ياتينا هنا سابعا وعلى المركز الثامن المركز الثامن وانطلاقة وتعديات الشارد لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيب بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الامين تاسعا ياتينا مياس ثم الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع الخبير مسري بن سالم بن عرضي الحميري وعاشر مراكزنا المنطلق هذه اللحظات هنا مرسال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى دعناها على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا بهذه اللحظات والتغييرات الذي تطرو وتجرو في هذا اللحظات وبهذا الأداء الجميل متعب من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول هو الصدارة متعب بن هجن سيح السلام هنا بقيادة بوخليفة سعيد بن سالم لنيبي من يتابع متعب على الصدارة وعلى المركز الأول هنا عنيد المضمر المركز الثاني ياتينا فريد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وسالم بن هزيم بن محمد المسافري من يتابع على المركز الثاني المركز الثالث شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي رابعا كذلك شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي وعلى المركز الخامس سلهود وسادسا كذلك سلهود لسمو والشيخ مكتوم بن محمدان بن راشد بن سعيد مكتوم مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم معطارش بن مبارك بالقوبة هنا من يتابع هذا الانطلاق والتحديات هنا المركز السابع شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي ثامنا هنا المنطلق في هذه اللحظات الشارد لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيب بن محمد آل نهيان مع الصادق فضل الأمين وتاسع مراكزنا مياس هنا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم عم سري بن سالم بالعرضي الحميري من يتابع مياس هنا وعاشر المراكز هناك مرسال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري هذه هي النتيجة ها هي التحديات ها هي الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود هنا إلى المقدمة نعود إلى الصدارة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط هنا المقدمة نتابع
نعود هنا إلى متعب، نعود إلى متعب على الصدارة، متعب على المقدمة وعلى المركز الأول، يتسلل إلى الصدارة هنا في هذه الانطلاقة، هو في موقعه هنا حقيقي متعب من هجن سيح السلام مع سعيد بن سالم لنيبي، من يتابع على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، مركز الثاني شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، هناك القادم فريد للسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وسالم بن هزيم بن محمد المسافري في تضميره. شاهين يأتينا على المركز الرابع هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وخامسا من الجانب الآخر سلهود المنطلق هناك من الجانب البري الذي يتابعنا هذا الانطلاق والتحدي الجميل. سلهود السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبة المتسلل جاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي وسلهود، يأتينا سابعا هنا بالانطلاق للسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبة في تضمير هنا قادم بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. ثامنا القادم هنا الشارد ثم الشيخ محمد بن ذياب السيب بن محمد أنهجا مع صالح فضل الأمين، من يأتينا بانطلاقاته وتحدياته. مياس المنطلق على تاسع المراكز هنا، مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع مسري بسالم بالعرضي الحميري، وعاشرا مرسال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا شاهين من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، شاهين المنطلق هنا بالتحديات والإثارة. شاهين هجن العاصفة وكذلك شاهين هجن العاصفة على المركز الثاني بمتابعة غياث الهلالي. فريد من يأتينا على المركز الثالث لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وسالم بن هزيم بن محمد المسافري في تضمير، ومتعب على المركز الرابع من هجن سيح السلام يا لتسعيد بن سالم لنيبي، خامسا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. نعود هنا، نعود إلى الصدارة، نكتفي بهذا القدر ونعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يفتتح الكيلومتر الأخير هجن العاصفة مع غياث الهلالي، أن يأتي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، يبغي السوبر هاتريك هنا في صباح هذا اليوم مع هجن العاصفة. هنا من يأتي أيضا بهذا الانطلاق والأداء مع شاهين على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، من يأتينا على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث والمتسلل هنا متعب المتسلل انهجن سيح السلام مع سعيد بن سالم لنيبي، ورابعا فريد لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي مع سالم بن هزيم لمسافري، وشاهين القادم هجن العاصفة مع غياث الهلالي. سلهود كذلك قادم ثم الشيخ مكتوم بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع، ولكن هنا الصدارة، هنا المقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة. شاهين هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي بهذا الانطلاق والأداء الجميل والتحدي. هنا بهذه راقة تهانينا لهجن العاصفة على فوز شاهين بالمركز الأول، هنا تهانينا والناموس ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس. تهانينا هجن العاصفة، تهانينا غياث الهلالي على الثلاث المراكز الأولى ولحظة الانطلاق. إذن هنا شاهين وشاهين في المركزين الأول والثاني، المركز الثالث حل متعب من هجن سيح السلام، المركز الرابع أتانا شاهين من هجن العاصفة، المركز الخامس سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. ونعود إلى التوقيت الزمني،
ولحظة الوصول هنا لشاهين يعلن الفوز والناموس قاطعا مسافة هنا اذا الخمسة ستة كيلومترات عفوا في توقيت زمني مقدار ولحظة الوصول الى خط النهاية هنا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. هنا اذا 10 دقائق هي الحاضرة وايضا 6 ثواني بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا هجن العاصمة تهانينا غياث الهلالي. المركز الثاني شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هنا ايضا من حل في المركز الثاني تهانينا والناموس. ثالثا هجن سيح السلم مع متعب وعسعيد بن سالم تهانينا والناموس.